رعاية قداسة البابا المعظم الأنباشمودة الثالث بابا بطريرك الكرازة المرقصية بالإسكندرية والنوبة والخمس مدن الغربية وكل بلاد المهجر. يسر كنيسة ماري جرجس والأنبا أبراهام بمصر الجديدة بعد أن قدمت فيلم الأنبا أبراهام، فيلم القديس أبانوب النهيسي، فيلم آية على كل حرف للأطفال، فيلم الله محمد، فيلم الشهيدة مارينا، فيلم الأنبا صموئيل المعترف، وفيلم الأنبا موسى الأسود. يسر الكنيسة أن تقدم فيلم القديس سمعان الخراز. الدكتور نبيل رجب، تصوير وإخراج ماجد توفيق. Thank you.
ذكرى معجزة نقل جبل المقطم اللي تمت على ايدين القديس سمعان الخراز حسب قول الكتاب المقدس انجيل القديس متى اصحاح 17 عدد 20. فقال لهم يسوع: فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وعلى أثر هذه المعجزة زودت الكنيسة صوم الميلاد المجيد 3 أيام، فأصبح بدل 40 يوم 43 يوم. يبدأ من يوم 25 نوفمبر إلى 6 يناير، ولكن للأسف يا أحبائي مفيش ولا كنيسة اتبنت على اسم القديس سمعان الخراز من حوالي 1000 عام، حتى أراد الرب وشاءت عنايته الإلهية ببناء أول كنيسة على اسمه عام 1974 في عهد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وعلى نفس الجبل الذي تمت عليه وفيه المعجزة. وتوالت الكنائس من هذا المكان، ومنها الكنيسة التي احنا فيها دلوقتي. وكان زمن القديس سمعان الخراز زمن عصيب، حدثت فيه مجاعة قضت على حوالي 1.5 مليون نسمة. ربنا غضبان عن الناس، دي تالت سنة ما يجيش فيها فيضان النيل. ربنا يرقف بينا، دي الشوارع والغيطان مليانة جثث، مش لاقي حد يقدر يشيلها. وفي حد قادر يشيل نفسه لما هيشيل الميتين؟ المصيبة مش في الجثث دي، المصيبة في الجوع والمرض اللي عمال يحصد في الناس. الناس دلوقتي بقت بتحسد اللي بيموت. وهنفضل على الحال ده لحد امتى؟ لحد لما ربنا يرفع غضب عن الناس. أيها السيد الرب الإله، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، افتح لينا يا رب طاقات السماء، وخلي النهر يفيد يا رب ويدينا المية. ارفع البلاء يا رب وخفف عن شعبك، فيض علينا من بركاتك يا محب البشر يا أرحم الراحمين. آمين. جايلك حالا. حاضر يا اختي. طيب اتفضلي يا ام عزيز. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اتفضلي يا حبيبه، بيتك ومطرحك خير، طلباتك اؤمري. انا يا ام غبريال عايز ارهن الحلق ده عندك،
أصل ابني عزيز عيان ومحتاج الحكيم. سلامته يا أختي ألف سلامة. ده خفيف قوي ما يجيبش حاجة. إزاي بس يا خالة؟ ده حلق معتبر. شفتي يا أختي الراجل أبو غبريال لسه نايم لحد دلوقتي. رجالة آخر زمن لا شغلة ولا مشغلة. وبعدين يا خال قلتي إيه؟ في إيه يا ضناي؟ في الحلق. هو يعني ما يسواش، لكن عشان خاطر عزيز ابنك ربنا يشفيه. أصله غالي غلاوة ابني غبريال بالظبط. أنا حديكي فيه 5 دراهم. 5 دراهم إيه بس يا خال؟ فين يا دوبك أجرة الحكيم؟ أمال هجيب الدواء منين؟ شوف الواد غبريال يا أختي، صحيت من النوم ما لقيتوش يا حبيبتي، بيروح فين الواد ده؟ أنا مش عارفة، لحد دلوقتي ما جاش. وبعدين يا خال، زودي شوية. طيب حاضر، حاضر يا أختي، حاضر. طيب يا أختي، أنا عارفة ملهوفين على الفلوس كده ليه؟ أنا هفلس، هفلس. خدي يا حبيبتي، خدي يا اختي، خدي. ادي 1 2 3 4 5 7 دراهم اهم، ما فيش غيرهم. وتفضلي يا حبيبتي انا عطلتك قوي، شوفي اللي وراكي. يلا يا حبيبتي شوفي اللي وراكي. يعني يا ابو غبريال، ابو غبريال اصحى، بقينا الظهر يا اخويا. يا ابو غبريال انت يا راجل اصحى يا اخويا، بقينا الظهر. ايه ايه في ايه يا ام غبريال؟ بتصحيني ليه؟ الحراس جايين يقبضوا عليا، انا نايم. يا راجل قوم، قوم شوف شغلك. شغل ايه؟ هو انا ورايا الابعاديه؟ ثم انا شغلي بالليل، ودلوقتي مش بالليل. ليل؟ انت لا فالح لا ليل ولا نهار. قوم ايدك، ايدك على اللي قشطته امبارح. مفيش. مفيش يعني ايه؟ الناس خرجوا من الخمارة مشطبين. يا فرحتك يا ام غبريال برجلك. يا راجل يا خايب يا نايب، رايح تقشط السكرانين بعد ما خلصوا اللي معاهم؟ انا مش 100 مرة بقولك روح حتت الاغنية. يا ام غبريال الناس الاغنية دول عليهم حراسة. حراسة؟ طب يا اخويا خليك مع اللي من غير حراسه. قال على راي المثل ايش تاخد الريح من البلاط. يعني منك. بقول لك ايه يا ابو غبريال، الوليه ام عزيز واخده مني 7 دراهم، انزل اقطرها والطشهم منها. لا 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 استنى، هي رايحه تجيب الحكيم عشان يكشف على ابنها، ابقى اقطر الحكيم بعد ما يكشف على الواد وقشاطه. يستاهل حد يكشف على العيانين بفلوس اليومين دول. أما غبريال، أما غبريال، غبريال يا حبيبي كنت فين يا ضنايا؟ خضتني عليك. في الكنيسة. صحيح ده النهاردة الحد. شاطر يالا، ربنا يجعلنا من بركاتك. اهو ده اللي انت فالح فيه. رايح فين؟ رايح الكنيسة. جاي منين؟ جاي من الكنيسة. ياما الكل كان بيصلي علشان ربنا يرجع خير تاني. خير؟ فال الله ولا فلك يا اخويا، فال الله ولا فلك. تف من بقك، تف من بقك. خير ايه؟ خير ايه؟ ما احنا كده عايشين ومبسوطين اهو. لكن الناس مش مبسوطه ياما. واحنا مالنا يا واد ومال الناس؟ مالنا ومال الناس؟ مالنا يا واد ومال الناس؟ هس هس ولا كلمه. اصلك انت ما انتش فاهم حاجه. اللي أمرت أمواج البحر إنها تهدى والريح إنها تقف، أمر يا سيدي ماية النهر تفيض ويعم الخير بشفاعة أم النور العذراء مريم. اسمع صلاتي ولتكن مشيئتك. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
سلام يا مارينا. سلام منى، انت بتصلي في الدكان يا عم سمعان؟ كنت بصلي. ما انا شفتك انت كمان وانت بتصلي. المفروض الواحد يصلي في اي مكان. عم سمعان، طب صلحت المركوب؟ صلحته، ما انت شايفه ما فيش غيره. هو في شغل اليومين دول. اتفضلي. ياه، ده بقى حلو قوي يا عم سمعان، بس انا معيش حق تصليحه. معلش، مش مشكلة، الحاجة بسيطة، المهم تذكريني في صلاتك. صلاة العذراء وقدسيني يا عم سمعان. سلام. سلام يا حبيبي. ازيك يا عم سمعان؟ عم جبريل، اهلا اهلا، اتفضل اقعد. ازاي صحتك دلوقتي يا عم جبريل؟ تعبان تعبان قوي يا ابني، مفيش وصفات جابها معايا فايده. عمك نايم عطار، عمال يجرب فيا شويه من تذكار داوود وشويه من دماغه. طب ما تروح لحد من الحكم يا ابني. ربنا هو الشافي. ونعم بالله، بس ربنا هو اللي خلق الطب، وما تنساش ان معلمنا لقى كان طبيب. عندك حق يا ابني، بس الحكم من دول اثارهم غلاوي وانت عارف الحاله. فجاءت ارمله فقيره والقت في لسين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق اقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعواجها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. اتفضل عم جبريل. ربنا يباركك يا ابني. اذكرني في صلاتك. يا رب مياه النهر في هذه السماء باركا، اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويصعد كمقداريا ويفرح وجلان ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للبائم ويغفر لنا خطايانا. يا ليتك يا ليتك يا عشان ابويا يضربني على التأخير ده. طيب يا حبيبي، حاضر. ولا تنساش ولا تنساش ولا تنساش ابدا يا ربي اللي بيمسك. الله، هو الولد اتاخر كده ليه؟ زمانه جاي. لا يا عم سمعان، اخره شويه. الله، انا مش منبه عليه ان هو لما يلاقي عم سمعان ده مشغول يروح لواحد تاني. يعني مستعجل على ايه؟ وانت مالك انت يا ولية؟ مستعجل ولا مش مستعجل؟ يا راجل اقعد وتهد، انت مفيش مره يجيلك فيهم قرشين تصرفهم علينا؟ لازم كل مره تفرتكهم على البوزه ومنقوع البلح اللي هرو معدتك. طب بس لما يجي ابن الخايبه ده، ان ما كسرتلك عظمه عشان هو السبب اللي خلاني قاعد في وشك. تعرفي بيه؟ دميانه اختك ليها حق ان هي ما تكلمكيش لحد دلوقتي. ليها حق؟
ليه؟ مش انت السبب؟ انا برضو السبب. انا اللي قلت لها مالكيش حاجة عندي، انا اللي شفطت ونهبت تمن البيت يا اختي. تمن البيت يا حسرة، هو كان قاعد تمن البيت؟ ما انا صرفته عليكوا على اولادك. اهو المحروس ابنك وصل، قوم افتحيله بقى. طب اقول لك ايه، اوعى تمد ايدك عليه ولا تزعق له، فاهم؟ طب قوم افتحيله يا خايبه. حاضر. قومي تعالى هنا. هنا اتاخرت ليه يا خايبه يا ابن الخايبه؟ انا مالي الزقه يا عم، سامعني ولا اخرني انت؟ انا الحقيني يا اما هيضربني. خلاص مش هضربك، مش هضربك، ما تخافش. بتعيط ليه دلوقتي يا خايب يا ابن الخايبه؟ بعيط عشان البيت ده مش بيت مسيحي. مش ايه؟ مش مسيحي؟ امال البيت ده ايه ان شاء الله؟ ده بيت ساكن فيه الشيطان. البيت المسيحي بيبقى ساكن فيه بابا يسوع وما فيهوش خناق. بتقول ايه يا مين اللي علمك الكلام ده يا عم سمعان؟ هو اللي قال لي. شايفه يا اختي؟ شايفه؟ عم سمعان بتاعك بيتفلسف على العيب. عم سمعان عنده حق، احنا زودناها قوي، وانت بدل ما ربنا يهديك وتاخدنا تودينا الكنيسه نسمع كلمه ربنا، ما انتش فاضل الا للسكر. انا كده بقى وعجبني كده، واعلى ما بخيلك الكبير. ربنا يسامحك. معلش ياما، صلي انت علشان عم سمعان قال ان الصلاه بتعمل كل حاجه. فعلا يا ابني الصلاه بتعمل كل حاجه. بيخبط. انا سمعان يا عم جرجس. زق وادخل يا سمعان يا ابني. يا وش الخير، انا مش عارف من غيرك كان ممكن يجيب لي الميه. صباح الخير يا عم جرجس، زي حالك دلوقتي؟ ازاي الحال دلوقتي يا عم جرجس؟ الحمد لله ونشكرك يا سمعان يا ابني. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بارك الله فيك يا سمعان يا ابني، وأقدرك على خدمة الكنيسة كلها. الفرحة عمت كل الأباط، ربنا يجعل أيامنا خير وبركة على الكنيسة كلها. طيب يا عم جرجس، مش عايز حاجة بقى عشان أكمل باقي اللفة؟ عاوزك طيب يا ابني، وانت مخلينا عاوز حاجة. سلام الرب يسوع يكون معاك. روح يا ابني، لنعلم في كل خطوة سلامة. الحمد لله نشكر ربنا. ازيك انت يا عم سمعان؟ الحمد لله نشكره ونحن في فضله. نشكر ربنا اني زاد ورجعت تسقي الناس تاني. الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين. ازيك يا عم سمعان، وحشتنا ووحشنا كلامك الحلو. الله يخليك يا ست دميانه. ده انت ابن حلال، انا كنت لسه رايحه لك عشان عايزه اصلح المركوب. لا طب وماله، هاتيه اصلح واجيبهولك تاني. ربنا يباركك يا ابني. دقيقة واحدة، دقيقة واحدة يا ابني.
المقدس اللي جاي. ربنا يباركك يا ابني، ربنا يباركك. سلام يا ستي يا بركة. سلام ونعم يا عم سمعان. بتصلي لي ولا لا؟ صلوات العذراء والقديسين تكون معاك ومعانا كلنا. امال ما حدش فتح لي من الولاد، امال هما فين؟ سمعنا ان الخير جه، روح يملوا لنا ميه، ما انا ما اعرفش انك جاي. طيب هعدي عليكي بكره. من عينيا. طيب اديني جايه اهو. مستعجله ليه؟ حاضر. اهلا يا اختي. اهلا. سلام يا مغبريال. سلام. ما سلامش ليه؟ الحمد لله ربنا فرجها علينا بقرشين، قلت اجي افك رهنيه الكردان. كردان؟ الكردان يا حبيبتي ما راح لحاله. مش فاهمة. أفهمك يا ضنايا، أنت قلتلي أسبوع أسبوعين شهر بالكتير، استنيت عليكي 7 أشهر. أعمل إيه؟ اتزنقت؟ اتصرفت فيه؟ أمال يعني حنعيش منين؟ حناكل منين؟ اتصرفت فيه كده يا مغبريال، منك لله. طب يلا يا حبيبتي، يلا يلا اتفضلي شوفي اللي وراك. منك لله. مع ألف سلامة يا أختي، مع ألف سلامة. العوزة الكردان قال هو اللي يخش الخون يطلع منه تاني. لا شك ان مولاي المعز لدين الله الفاطمي سعيد للغاية، ففي عهدك السعيد يا مولاي انتهت المجاعة وفاض النيل بخيره واستتب الامن في كل ربوع مصر. الفضل فضل الله يا سيد احمد، الله يفيض على عز وجل على عباده الصالحين بكل النعم والخيرات. اباط مصر يا مولاي ما ينسوش ابدا حماسك للوحدة الوطنية، فكلنا مسلمين واباط ويهود بنعيش في اسره واحده متحابه، لدرجه انكم نسيتم ان تنتخبوا بطريركا لكنيستكم. السلام اللي تمتعنا بيه في عهدكم السعيد خلانا ننسى ننتخب بطرك لينا. نشكر ربنا مفيش مشاكل تخلينا نفكر في موضوع زي ده. المساله مش في وجود مشاكل من عدمه، دي سنه الكون. الله عز وجل جعل لكل شيء رأس يحركه ويفكره. الإنسان له رأس، والدولة لها رأس، وكل جماعة من الناس لها رأس يحركها يفكر لها يسهر على مصالحها، وكنيستكم مش استثناء من القاعدة دي. حكمة مولانا ملهاش حدود. أهم الإنجازات هي عبقرية جلالتكم الاقتصادية اللي خلت الأموال تتدفق على بيت المال زي فيضان النيل، والخير عم على كل البلاد. الخير خير الله يا سيد يعقوب ابن كليس، وكمان أنا منساش حميتك ونشاطك في العمل من أجل الخلافة، وأنا ما اخترتكش وزير في بلاطي من فراغ. ده شرف كبير ما كنتش أحلم بيه طول حياتي.
وإن شاء الله ربنا يقدرني إن أكون عند حسن ظن جلالتكم. الجلالة لله وحده، أما نحن كلنا بشر زائلون. والآن نترك كلام السياسة. فليأذن أمير المؤمنين للأخ أحمد أن يسمعنا بعض من إبداعاته الشعرية. الشعر، الشعر الذي نعشقه جميعا. هل نسمع قصيدة جديدة هذا المساء؟ كتبت بالأمس قصيدة تصورت فيها مصر أسرة واحدة متحابة، ومولاي المعز لدين الله الفاطمي ربا لهذه الأسرة التي تجد سعادتها في سعادة كل فرد من أفرادها. فعلا، سعادة الفرد من سعادة المجموع، وسعادة المجموع من سعادة الفرد. هل تتفضلون بالسماح لي بقراءة القصيدة؟ ليس هناك موضوع أحب إلى قلبي من موضوع الأسرة الواحدة المتحابة. أسمعنا يا سيد أحمد. اللي قلته لنيافتك ده مش أمر من الخليفة، ده مجرد رأي قاله ضمن كلام. الرأي حكمة وفكر، وإحنا كنا مجتمعين للسبب ده. معقولة بقالنا سنتين وملناش بطرك؟ الحمد لله، أخيرا فكرتوا تختاروا بطرك. وربنا بقى أرشدكم لمين؟ الموضوع مش محتاج للتفكير قد ما هو محتاج لصلاة عشان إرشاد الروح القدس. ومدام كل شيء بإرادة ربنا، يبقى ربنا له حكمة في إنه يخلي المعز يقول كلام زي ده. يبقى نقوم نصلي والروح القدس يرشدنا. تفضل. انت عرفت يا سمعان يا ابني ان الاباء الاراخنة والاساقفة مجتمعين دلوقتي في كنيسة ابو سرج عشان ينتخبوا بطرك جديد. ربنا يعمل ما فيه الخير ويرشدهم بالروح القدس. انما قول لي يا سمعان، ايه اللي انا بسمعه عنك ده؟ خير يا عم رفائيل، في ايه؟ بيقولوا لي يا ابني انك انت بتصحى بدري الصبح تروح تخدم المرضى والشيوخ قبل الناس ما تصحى من النوم وتودي لهم الميه، وبعدين ترجع تودي القربه البيت، وتنزل من البيت على شغلك تفتح الدكان وتقعد تشتغل. ودي فيها حاجه دي يا عم رفائيل؟ يا ابني انا ما اقصدش حاجه، انا قلبي عليك، ده مجهود كبير بتعمله وانت بتتعب، لازم ترتاح، لازم تدي جسمك حقه من الراحة والنوم. تعب ايه بس يا عم رفائيل؟ امال الرهبان والقديسين اللي كل حياتهم صلاة وتسبيح ما بيناموش ابدا تقول عليهم ايه؟ ده الانبا بشوي كان وهو بيصلي بيربط شعره في السقف بحبل عشان كل ما ينام الحبل يشد شعره ويصحى يكمل صلاة. دول قديسين يا عم رفائيل. عندك حق يا ابني، احنا هنروح فيهم فين دول؟ دول قديسين واحنا عايشين بصلواتهم. امين. ان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد. يا سلام، قد ايه الصلاة كانت جميلة. الصلاة هي الحبل اللي بيربطنا بيسوع المسيح، يعني الحبل الممدود بين السماء والأرض، وهي الحبل اللي هيرشدنا للبابا الجديد. أنا شخصيا هقول اسم، متهيألي أني سمعت ساعة الصلاة. خلاص، على بركة يسوع، قول الاسم والموافق يرفع ايده، لكن إذا الكل ما رفعوش ايديهم يبقى لازم نشوف اسم تاني. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. الاسم هو أخونا وحبيبنا ابن زرع السورياني. سامحوني يا أخواتي، أنا ما قلتش كده عشان تنتخبوني بطرك، أنا مش قد الحمل ده، أنا فهير خلبان ضعيف. ده مش انتخابنا، ده اختيار الروح القدس. انا صحيح
صديق حميم للخليفة، لكن مش معنى كده أبقى بطرك. دي مسؤولية كبيرة قوي أمام الله. احنا اتفقنا لو الموافقة بالإجماع يبقى ده اختيار الروح القدس، لكن ازاي الاقي نفسي على كرسي القديس ماري مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وانا حتى ما استاهلش حل السيور حذائه. انت طول عمرك خادم امين للكنيسة، كرست حياتك كلها ليها. لا مش لاقي حاجة هنا، لكن إذا كان ده اختيار الروح القدس فالروح القدس يرشد شخص ضعيف عشان أقدر أشيل الحمل ده. مفيش مستحيل أمام الروح القدس، وكلنا إيد واحدة في الكنيسة عشان مجد الله. أعطنا يا رب القلب الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد. أعط يا رب للعالم كله الطمأنينة والهدوء. ضع يدك الطاهرة على كل أبناء كنيستك، باركهم يا ربي وقوي ضعفي على تحمل المسؤولية دي. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ايه الدوشة دي يا سجيوس؟ عامل لك هيصة ليه يا ابني؟ سمحني يا سيدنا، انا وزعت كل فلوس قداستك على الفقراء والمحتاجين وعلى الكنائس والأديرة، لكن الناس مش مصدقين، بيقولوا ان البابا مش ممكن يرد واحد محتاج للمساعدة. طب والارض اللي في بابليون اللي ورا الكنيسة المعلقة بعتها ولا لسه؟ لسه. لسه ليه؟ انا مش قلت لك بيعها ووزع تمنها على الناس المحتاجة دي؟ أصل إيه وفصل إيه؟ أنا قلت برضو نخليها للزمن، ما حدش عارف بكرة هيحصل إيه. أنت بتتصرف بنفسك يا سرجيوس؟ إذا تكررت الحكاية دي تاني أنا هشوف تلميذ غيرك. أخطيت يا سيدنا، أنا آسف. أنا مش عاوز أسف، أنا عاوز طاعة، وابن الطاعة تحل عليه البركة. حاضر يا سيدنا. روح اتفضل واعمل كل اللي قلت لك عليه. حاضر، حللني سيدنا. الله يحلك، وكل ما الشيطان يحاول يلعب بمخك قل له خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. صباح الخير يا عم سمعان. صباح النور، اي خدمة؟ الخوف بتاعي تقطع، عاوزك تصلحه لي. سيبيه هنا وتعالي خديه بعد شويه. ياه يا عم سمعان، ده الخوف اللي انا لابساه يهون عليك ارجع البيت حافيه؟ سيبي الخوف وتعالي بعد شويه، روح البيت البسي واحد تاني وهاتيه اصلحه لك. ما انت عارف البر وغطاه، هو انا عندي خوف غيره؟
انا عندي شغل كتير وانت طبعا مستعجله. ما يجراش حاجه، اقعد واستنى. قعدتك ملهاش لازمه، سيب الخف وتعالي بعد شويه. ان كانت عينك اليمنى تبصر عنك فاقلعها والقها عنك، لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ حد يعمل اللي انت عملته ده يا سمعان؟ عينك راحت اهي، حد يطفي النور اللي ربنا اداهوله؟ انا ما نفذتش غير وصيه ربنا. ايوه يا سمعان، بس انت كده بتنفذ الوصيه حرفيا. على قد فهمي بقى. عموما نشكر ربنا انه ادانا اتنين، حافظ على عينك التانيه عشان تقدر تعيش. ربنا هو اللي بيحافظ علينا. والقماشه دي اقدر اشيلها امتى؟ باذن الله بعد اسبوع واحد انا هاجي افكها لك، واذا حسيت باي الم او اي وجع وبتعالى لي. متشكرين جدا، ربنا يبارك لنا فيك. ها ودلوقتي عينك التانية عاملة ايه؟ شايف بيها كويس؟ الحمد لله، احنا بنشوف بنور ربنا. طيب سلام بقى، سيبك دلوقتي. السلام والنعم. ده غلط يا ابونا؟ لا يا سمعان، ما نقدرش نقول غلط. فهم العقيدة المسيحية يا سمعان أوسع وأعمق وأشمل بكتير قوي من مجرد التنفيذ الحرفي للوصايا. يعني الكنيسة هتعاقبني يا ابونا في حالتك دي يا سمعان؟ لا، لأن أنت إيمانك مخلص ونقي وبسيط وأمين، وأنت كان كل هدفك أنك تنفذ الوصية وأنك تحافظ على الطهارة ونقاوة القلب، وأصريت أنك ترفض الخطية بكل صورها. الحمد لله يا ابونا، كده ريحت قلبي. من هنا ورايح هحاول افهم تعاليم الانجيل بدل ما اطبقها بالحرف. تمام، ربنا يباركك يا سمعان. ربي وحبيبي والهي ومخلصي يسوع المسيح، اشكرك على مرحمك، اشكرك على محبتك، أشكرك أنك عرفتني معنى الإيمان. اجعلني يا رب لا أتعامل مع وصاياك بالتنفيذ الحرفي كما فعلت، وإنما بروح الإيمان. اسمح لي يا رب أن أحيا حياة الاستعداد الدائم لملاقاتك يا مخلصي، حتى أسمع عند انتقالي إليك صوتك المعزي الحبيب الحنون قائلا: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسو الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. سمعت حكاية الرجل الطيب اللي ضرب عينه بالمخراز عشان مجرد نظرة، حس انها نظرة مش بريئة؟ سمعنا يا سيدنا، لسه في ناس محتفظين بنقائهم وبرائتهم وطهرهم في الزمن الغريب اللي احنا فيه ده. انا عاوز رأي نيافتك يا امبساويرس في توصيف الموضوع ده. معظم الآباء رفضوا التفسير الحرفي للوصية الربانية. في الكتاب المقدس يقول معلمنا بولس الرسول: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. دي شهادة عظيمة من لاهوتي ضليع،
ألف موسوعة سير البطاركة وكتاب التوحيد وكتاب الاتحاد الباهر للرد على اليهود وغيرها كتير. بس الخوف يا أمبسويرس إن الناس يقلدوا سمعان الخراز بدل ما يدربوا نفسهم على التحكم في شهواتهم. ما أعتقدش إن ده هيتكرر تاني. ده معلمنا بولس الرسول بيقول: أقمع جسدي وأستعبده. أقمع بمعنى الضبط، أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين، لا أصير أنا نفسي مرفوضا. تقصد الحفاظ على طهارة النفس؟ بالضبط. أما اللي عمله الراجل ده هو تعبير عن بساطته وإخلاصه وطهارته، تعبير عن أمانته في تنفيذ الوصية تنفيذا حرفيا، لكن الحرف يقتل، والكنيسة لا تسمح بهذا، لأن الرب لم يقصد التنفيذ الحرفي للوصية، بل كان يشير إلى إماتة حواس الجسد، كما تعلمنا الكنيسة أن نصلي في صلوات الأجبية صلاة الساعة 9 أن نصلي قائلين: أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا. لكن قدسك يا أنبا إبرام، قلت لنا إنك استدعيت الأنبا ساويرس من أسقفية الأشمونين بالصعيد علشان في قضية خطيرة جدا بتمس كيان الكنيسة في الصميم وليها علاقة وثيقة بعلم اللاهوت المقارن بين الأديان. ده صحيح، وهي دي القضية اللي هطرحها عليكم دلوقتي، وعايزين فيها على وجه الخصوص رأي الأنبا ساويرس. كل قضايا الكنيسة واحدة واحدة، أنا تحت أمرك يا سيدنا، اتفضل. زي ما قلت لنيافتك قبل كده، الرب يسوع أنعم علي بصداقة حميمة مع الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، ونشكر ربنا الصداقة دي زادت وتوطدت بعد اختياري بطرك للكنيسة. لكن المشكلة إن الوزير يعقوب بن كلس وصاحبه موسى تعبتهم الصداقة دي والغدر بان في عينيهم. كراهيتهم للأقباط معروفة للجميع. المشكلة إن يعقوب بن كلس كيهودي متعصب عرف يتقرب من المعز لدين الله الفاطمي لحد ما عمل وزير. وإنتوا عارفين طبعاً إن المعز إنسان قلبه كبير وما عندوش أي تعصب. كان بيحب واحد مسيحي اسمه عثمان بن مينا، مشهور بأبو اليمن. قربوا منه وكان دايما يستشيره في أمور المال والتجارة. الحكاية دي جننت يعقوب بن كلس وحس إنه ممكن يحل محله في وزارة المال والتجارة. ابتدى يعقوب بن كلس يلعب على الاختلافات الموجودة بين اليهودية والمسيحية، لأنه عارف كويس حب المعز للمجادلات والمناظرات بين الآراء والأفكار والأديان. ولأن المعز بيحب الفلسفة والمنطق والمناظرات، أنبعت لي رسالة من حوالي شهر قال لي فيها: إن شئت أن تحاجج اليهود يوما بنفسك أو بواسطة من تختار من الأساقفة فتعال إلى داري وناقشهم أمامي. واضح أنهم ملوا دانه بكل اللي قدروا عليه علشان يشككوه في عقيدتنا المسيحية. أنا واثق في حكمة وعدالة المعز، لكن ما تنسوش شطارة يعقوب بن كلس وصاحبه موسى في اللعب بالمنطق والحج. يعني هي مباراة في المنطق والحج، واللي هيتغلب فيها يبقى يا ويله. عشان كده أنا طلبتك يا أنبا ساويرس عشان تيجي معايا على دار الخلافة ترد عليهم الحجة بالحجة، لأن تفادي المواجهة والتحدي معناها إن احنا اتهزمنا قبل المعركة ونستاهل بقى كل اللي يجرالنا. والأنبا ساويرس أحسن واحد يقوم بالمهمة دي لعلمه في اللاهوت المقارن بين الأديان. نفس طريقة الفريسيين مع السيد المسيح، اللعب بالمعاني والألفاظ والحروف. الناس دول ما بتغيروش ابدا، والواضح انهم مش هيتغيروا. المهم بكره باذن الرب يسوع هنروح لهم على دار الخلافه عشان ما حدش يفتكر ان احنا هربنا
ويصطاد في المية العكر. اطمن يا سيدنا، بالصلاة ممكن نهزم الشيطان نفسه، مش يعقوب ابن كلس. طب اتفضلوا يا اخواتي نقوم نصلي عشان يسوع يقف معانا ويمدنا بالحكمة والمشورة. انت الان بساويروس خبير اللاهوت المقارن بين الاديان ومؤلف كتاب التوحيد وكتاب الاتحاد الباهر في الرد على اليهود. تكلم ايها البابا الوقور او امنح رفيقك الاذن بالكلام. فلتتكلم يا امبساويرس والحكمة الالهية تتكلم على لسانك. يا مولاي انا مجرد خادم متواضع للفكر والعقيدة. انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. احنا كمان بقى خدام متواضعين قوي للفكر والعقيدة، مش انت لوحدك. ليس من الواجب في حضرة مولاي ان اتكلم مع يهودي جاهل بعقيدته. ايه ده؟ انت بتهني؟ ايه ده؟ مولاي بيوصفني بالجهل يا مولاي. انا مش هتكلم. بص انا مش هتكلم. واذا قدمت لك الدليل على جهلك لا تغضب؟ لا داعي للغضب في المناقشة، لأن الحرية مكفولة للجميع، حتى يستطيع كل واحد منكم أن يعبر عن عقيدته بكل صراحة وبلا حرج. اسمح لي يا مولاي أن أقول للسيد موسى لست أنا الذي أصفهم بالجهل، بل أن نبيا عظيما نال كرامة خاصة من الله هو الشاهد عليكم. هيكون مين النبي ده؟ أشعياء النبي الذي قال في الأصحاح الأول: اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. هذا يعني أن الثور والحمار يعرفان ويدركان أكثر منكم، لأنكم لا تعرفون ولا تفهمون على الإطلاق. هذه كلمات النبي أشعيا حقا. نعم يا مولاي. ما تقول حاجة يا يعقوب، ما تقول حاجة. لم آتي بشيء من عندي، ها هو نبيا عظيما من أنبيائكم يعلم بأن الحيوانات أكثر فهما منكم. الرجل ده دسيسة يا مولاي. كفانا جدالا هذا المساء، فقد اعترفتم أن الرجل لم يقل سوى ما ردده نبيكم من قبل، أي كما نقول وشهد شاهد من أهلها. ألم نسمع قصيدة جديدة هذا المساء؟ تحت أمرك يا مولاي. الحمد والشكر ليسوع، كنت موفق تماما يا امبساويرس. ده ارشاد من الروح القدس ودعواتك وصلواتك طبعا يا سيدنا، بس تفتكر الموضوع هينتهي على كده؟ واضح انها معركه طويله. اكيد هيدبروا لنا مؤامره، ومؤامره كبيره جدا. الرب في وسطها فلن تتزعزع. اذا كان الله معنا فمن علينا؟ امبساويرس انت لازم تقعد معانا هنا في بابليون لغايه ما الغمه تزول، لأنه مش معقولة طبعا تسافر أشمونين وبعد كده نطلبك. أنا معاك يا سيدنا لحد الغمة ما تزول إن شاء الله. سيدي الوزير أنا ما بحبش القلق، عايزك تنام تنام وترتاح وتدلع نفسك. انا مش هجيلي نوم ابدا الا غير ما افقعهم الزومبا اللي هي عايز اضربهم ضربه ما يقوموش منها ابدا. ايوه معقوله اللي بيحصل ده؟ بقى الراجل الجاهل ده يضحك عليك انت يا سوسه يا بوش سمح؟ ده كابوس مش عارف انام منه. لا 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 سيدي الوزير، انا عايزك تنام وتستريح وتدلع نفسك، وانا اوعدك انا هدرس العهد الجديد بتاعهم وكل حاجه في عقيدتهم من جديد، صفحه صفحه،
آية آية، كلمة كلمة، لحد ما الاقي الصخرة. أيوة الصخرة اللي أهد بيها المعبد عليهم وعلى رؤوسهم وعلى اللي يتشددهم. أنا مش عارف الهدوء اللي نزل عليه إزاي، كأنه بيتسلى علينا. أفو يعرف قنين، والحمار معلف صاحبه، أما شعبي إسرائيل لا يعرف، شعبي لا يفهم. يعني إحنا ما بنفهمش. هو بصراحة فاجئني. يعني كان لازم تعترف للخليفة إن كلامه صح. أنا فكرت في الإنكار، لكن حسيت ان انا قدام خصم عنيد دماغه ناشفه، خفت لا يطلع التوراه قصاد الخليفه وطلع الصفحه، ساعتها هيبقى منظر ايه مش عارف. وعجبك منظرنا دلوقتي قدام الخليفه وقدام احبارنا وحخامتنا؟ مش عاجبني طبعا. امال فين عبقريتك ودهائك يا سوسه يا بوش سبح؟ العبره مين اللي هينتصر في الاخر؟ خلاص انا حصر معاك وندور في الكتب بتاعتهم لغايه ما نلاقي ثغره ندخل لهم منها عشان نهد المعبد على دماغهم ودماغ اللي يتشدد لهم. اذا كان ده يريح سعادتك انا ما عنديش مانع. يلا بينا على المكتبه. يلا يلا. لحظة واحدة. اتفضل اتفضل اشرب. هنيا هنيا هنيا. ايه وباب ايه؟ عمالين ندور من الصبح ما لقيناش حاجة خالص. انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم سيدي الوزير. قرفتني كل شوية تقول لي انا كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. اتكلم يا اخويا. انا قلت لسعادتك استريح وسيب الحكاية دي عليا انا. سعادتك تخصصك المال والتجارة، أنا تخصصي العقيدة واللاهوت. ده إذا كان الأنبا برقام اللي هو متخصص بعد جاب ساويرس اللي هو متخصص أكتر منه. يالا يا ساويرس. يعني في أمل إن احنا نلاقي حاجة؟ أصل كتبهم عاملة زي القلاع الحصينة. حصينة؟ حصينة إيه يا سيادة الوزير؟ لا كده أزعل منك، مفيش قلعة في التاريخ فضلت صامدة إلى الأبد. عندهم وعد ان ابواب الجحيم لم تقع عليها. ما تنسى سعادتك ان الوعد ده عندهم هم مش عندنا احنا. وحتى اذا كانت ابواب الجحيم لم تقوى عليهم احنا اقوى من هذه الابواب وهيشوفوا سيد الوزير. نفسي يبقى عندي ثقه بنفسي زيك يا بوش عكر، قصدي يا بوش سمح. ده تخصصي يا سيادة الوزير، ده تخصصي بقى. هو صحيح فاجئني بكلام أشعياء النبي، لكن أوعدك المرة الجاية مش ممكن تتكرر تاني. المرة الجاية هفاجئه بضربة قاضية له ولطيفته. من بقك لباب السماء يا موسى. أحسن المركز والوزارة يضيعوا مننا ونبقى في الطراوة والدنيا برد. وازاي عيلك دلوقتي يا سمعان؟ انا كنت مسافر سفريه طويله واول ما جيت قالوا لي. قلت انا اطمن عليك. كتر خيرك، اهو نحمده ونشكر فضله. انا شايف بنوره. كلنا شايفين بنوره وعايشين في نوره.
إنما كان لازم تاخد بالك يا سمعان إن سيد المسيح كان بيتكلم بالأمثال، وكلمات الأمثال ومعانيها أعمق من أي لفظ وأي حرف. لكن انت خدت الوصية بقى زي ما هي بحذافيرها وعملت اللي عملته. اللي حصل حصل بقى يا عم رفايل. انت كان لازم بقى تعلق يافطة وتكتب عليها ممنوع دخول الستات. الغلطة مش غلطتها، من يوم الحكاية دي ومفيش ست بتهوب الدكان. على حد يقولك هيبقى نص ستات البلد بجزم مقطعة والنص التانية ماشيين حافيين. ليه؟ هو مفيش خراز ولا اسكافي في البلد غيري. المهم عرفت الضربة اللي وجهها الان بساويرس ليعقوب ابن كلس وفيلسوف الغبرة بتاعه ده؟ ما الروح القدس اتكلم على لسان الان بساويرس. انا شايف الموضوع مش هيعدي على خير. احنا لازم نصلي عشان ربنا ينصرنا. إن كان الرب معنا فمن علينا؟ فات أسبوع ولسه ما حصلش حاجة. عموما يا سيدنا كل ما بيمر يوم عليهم ده في مصلحتنا إحنا. فعلا مكانتهم هتتهز عند الخليفة. واضح إن الخليفة عاشق للحكمة والمنطق والحجة، ويا ويل اللي يناقش قدامه من غير منطق وحجة. عارف يا سيدنا أن احتيال السكوت اللي هم فيه دلوقتي هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. فعلا كنيستنا دايما بتصادفها عواصف وبتنتصر عليها. تفضل يا سيدنا. لقيتها ايه اللي لقيتها دي؟ أخيرا وجدتها سيادة الوزير. ما تخافش على منصبك. ايه؟ فرحني إلهي، فرح قلبك. اتفرج يا اللي لقيتها. ايه رأيك بقى؟ يبدو أنني سأشهد اليوم مباراة ممتعة في المنطق والدليل والحجة. الوجوه كلها حماس وتحدي. احنا عند وعدنا مولاي، احنا بتوع الصدق واليقين. وانا لا احب سوى الصدق واليقين. تفضل. انا ما كنتش عايز اتكلم يا مولاي، انما مضطر اتكلم بقى. لقينا مكتوب في انجيل النصارى: من له ايمان مثل حبة خردل فيقول للجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل. واخد بالك يا مولاي؟ حبة خردل وينقل ايه؟ الجبل. قالش كرسي، كوباية، كنبة، جبل. من له ايمان مثل حبة خردل ويقول لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل. الكلام ده صحيح؟ اذا كان هذا الكلام صحيحا فانها ستكون فرصة ذهبية لازاحة الجبل الجاثم على شرق القاهرة ليمتد عمرانها شرقا ويكون موقعها اروع واجمل. اتستطيع ان تقوم بهذه المهمة يا أمبساويروس؟ كل شيء بإرادة الله. هذا شيء مفروغ منه، لكنني لا أريد مراوغة في الرد، لأنكم إذا عجزتم عن تنفيذ هذا الكلام كان ذلك معناه بطلان دينكم، وليس أمامكم سوى تنفيذ هذه الوصية، وإلا تتحملون نتائج هذا الادعاء الكاذب والزائف والخادع. فليسمح لي مولاي بمهلة 3 أيام للتفكير في كيفية تنفيذ هذا الأمر. اكتب يا سرجيوس بيان عام يأمر كل المسيحيين في مصر بالصوم 3 أيام حتى الغروب وإقامة الصلوات الحارة من أجل مجد الكنيسة وإنقاذها من المحنة الرهيبة دي. أمر قدس البابا،
وبعد ما حكيت لكم على اللي حصل عليكم بالصوم 3 أيام لغاية الغروب عشان ربنا يتحنن علينا بنعمته ويهيئ لنا طريق النجاة. وأنا هفضل هنا في الكنيسة المعلقة، كنيسة القديسة الطاهرة العذراء مريم، لمدة 3 أيام دول. والآن لتقام القداسات والصلوات والطلبات في كل أنحاء مصر من أجل المحنة التي تمر بها الكنيسة. في الكنيسة قالوا لنا يا ماما صلي كتير قوي ونصوم 3 أيام. يبقى لازم نسمع كلام الكنيسة. لكن ما عرفتوش يا حبايبي هما ليه عايزيننا نصوم؟ بيقولوا في حاجة جامدة قوي عايزينها تحصل في الكنيسة. في ايه يعني؟ في حنة في الكنيسة. حنة؟ محنة في الكنيسة. وانت عارف يا حبيبي يعني ايه محنة؟ لا. محنة يعني مشكلة. مشكلة؟ ايوة يعني محنة. ومدام في مشكلة في الكنيسة يبقى ما فيش غير الصوم والصلاة زي ما طلبت الكنيسة. ومن النهاردة هنصوم كلنا ويلا بينا نصلي. يا ست رميانة، يا ست رميانة، عم سمعان ازيك يا ست رميانة؟ الله يسلمك يا عم سمعان. انا عارف انك مخرجة الزلعة برا، بس كنت عايز اقولك على حاجة مهمة. قول يا عم سمعان. رحت الكنيسة امبارح؟ رحت وتناولت كمان الحمد لله، وسمعت اللي نبهوا عليه. سمعت يا عم سمعان؟ يعني صايم؟ الحمد لله وبصلي طول النهار كمان. طب ايه رأيك بقى تروحي تصلحي اختك وتطيبي خاطرها؟ انت عارف الحكاية كلها يا عم سمعان، وعارف اني مش غلطانة. يا ست دميانة ازاي بس تصلي وتقولي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا وانت مش عايزه تغفري لقرايبك؟ لا ينفع برضو. طب ازاي تتناولي وتقفي قدام ربنا وانت مش غفره لقرايبك؟ عندك حق يا عم سمعان. يا راجل يا بركه، انا هروح لها النهارده واصالحها واخدها الكنيسه كمان معايا. اذكروني في صلواتكم. متشكرين يا عم سمعان. لا تحت امرك، اتفضلي. ربنا ما يحرمناش منك. مع السلامه. ايه الحلاوه دي؟ عم منصور يا اهلا وسهلا. اتفضل عم منصور. ايه يا عم سمعان يا صرماتي، ديك النهارده بعت لك الواد ابني عشان يصلح الصرمه بتاعتي، تقعده جنب منك نهار بحاله وفي الاخر تديله الصرمه بتصلحها اي كلام؟ ليه بس عم منصور وريني كده. ايه فاتح التاني بس دي ما فيهاش اي اثر للخياطه، وبعدين دي بني اللي صلحتها كانت قطيفه سودة، انا ما انساش اللي صلحه ابدا. الا ده صحيح كنت تبقى سودة. السودة يا سمع هي دي السودة؟ ايوه ايوه هي دي، هي دي اللي انا صلحتها، انا ما انساش اللي صلحه ابدا. غريبه. واحدة سودة واحدة بني. وانت ماشي في فردة سودة وفردة بني، ايه اللي بيعمل فيك كده؟ البالونة ملخبطة دماغي يا راجل، هي اللي بتخليني البس فردة سودة وفردة بني. والملعونة دي تطلع مين؟ الخمرة، الخمرة الهباب اللي مش قادر عليها. لا تقدر تبطلها. ازاي بس؟ ابطلها ازاي يا عم سمعان؟ دي خربت بيتي. مش احسن ما الناس تضحك عليك وانت ماشي في فردة سودة وفردة بني؟ والله اعلم الملعونة دي عاملة فيك ايه تاني. الله يكحمها الخمرة، هي السبب، هي اللي مزعلة العيال وام العيال مني، خربت بيتي. ده حتى الواد الحيلة بضربه بسبب ومن غير سبب. طب ايه رأيك بقى لو بطلت الملعونة دي مش احوالك تبقى احسن؟ تفتكر؟ انا متاكد، وساعتها ربنا هيصلح لك حالك ويبارك لك في مالك وفي عيالك. وربنا هيسالي اللي عملته في دنياي. امال ايه، ربنا رحيم وكريم عظيم الرحمه.
انت بتفكرني بحكاية قديس عظيم اسمه الأنبا موسى الأسود. ده كان سكير وحرامي وقطع طريق وقتل قتلة، إنما لما ربنا نور له طريقه بعد صراع كتير مع الشيطان ومحاربات كبيرة، لمسته لمسة الحب الإلهي، غيرت حياته، غيرت طريقه خالص. إنه أنت بس كده وجرب وشوف ربنا هيعمل معاك إيه. يعني ربنا ممكن يقبل توبة واحد زي؟ أكيد إذا كانت التوبة صادقة ومن القلب. يا ريت يا عم سمعان، يا ريت. روح أنت بس اعترف وصلي وتناول وشوف ربنا هيعمل معاك إيه. بس في حاجة مهمة، لو كان عليك لحد حاجة ادهاله، لو كنت زعلان من حد صالحه وشوف ربنا هيعمل معاك إيه. اسم الصليب. ايه جرايا وليه؟ لا بس دي مش عوايدك، راجع بدري وصلب طولك. اوعى تكون عيان يا بابا. لا يا ابني انا مش عيان، نوري من وشي، انا خلاص انا خفيت. حق بطلوا ده واسمعوا ده، من امتى يا راجل؟ من النهارده فرحه. بركاتك يا ستي يا عدرا. انا هقول لك على حكايه بس مش هتصدقيه. قول يا اخويا، ما انت ياما بتقول. انا خلاص ربنا تاب عليا من الخمره وقرفها. معقوله؟ معقوله يا بابا؟ ايوه يا ابني معقوله، معقوله ابوك تاب على قدين راجل طيب. ربنا يخليه، من غير ما اعرفه بدعيله من قلبي. لا تعرفي يا فرح. قول لي هو مين، هو مين وانا اروح ابوس رجله؟ لا هو مش عايز حد يبوس لا رجله ولا ايده، عايزنا بس نصلي له. ده احنا اللي محتاجين يصلي من اجلنا. مين الراجل ده يا بابا؟ عمك سمعان الدباغ، الراجل البركة. ربنا يخليك يا عم سمعان ويبارك لك في رزقك. ايوه ادعي له يا فرحة، الراجل ده صحاني، صحاني من وهم كبير، كابوس كان كاتم على قلبي. ادعي له ده ايه؟ ده انا هروح اشكره بنفسي. بس يا وليه بس، بس الناس تقول علينا ايه؟ ده كمان البابا بيقول ان الكنيسة في محنة دلوقتي، وبيطلب من الشعب ان هو يصلي ويصوم ثلاث ايام علشان ربنا يطلعنا من المحنة دي على خير. طب ما تيجي يا منصور نروح الكنيسة نصلي ونعترف ونتناول، يمكن ربنا يقبل توبتنا. يا ريت يا فرح، يا ريت. يا ريت يا بابا، انا بقالي كتير ما روحتش الكنيسة. هنروح كلنا مع بعض يا حبيبي، هنروح. بس قبل ما نروح انا ليا طلب عندك يا فرحه. انت تؤمر يا سيد الرجاله. لازم قبل ما نروح ونعترف ونتناول نزور اختك دميانه، نطيب خاطرها ونصالحها ونرد لها كل حقوقها زي ما قال عمنا سمعان. انا لازم اروح لاختي اصالحها زي ما قال لي عم سمعان. خلاص يا غبريال، صليت؟ مولع لي الشمعة في عز النهار وعملها لي كنيسة؟ ايوه ياما، قالوا لنا في الكنيسة لازم نصلي. طب ما تصلي، لكن ليه هنا؟ ياما عشان الكنيسة في محنة. محنة؟ محنة ايه بقى؟ ما قالوش ياما. ما قالوش؟ طب يا اخويا لما تعرف محنة ايه ابقى تعالى قولي عشان اصلي معاك. دي كل الناس هتروح الكنيسة ياما. ياما مش هتروحي. اروح؟ حاضر يا اخويا هروح، بس بعدين هنبقى انا وانت. اتفضل يا اخويا اتفضل، سيبني اشوف اللي ورايا. رافعين لك يا رب صلاة بدمعنا يا ابن الله، ارحمنا يا رب ارحمنا، ملناش غيرك نترجى. رافعين لك يا صلاة بدمعنا يا ابن الله، ارحمنا يا رب ارحمنا، ملناش غيرك نتركا. انت لوحدك قادر ترفع وتوصلنا لبر نجاة، وسلحنا ده صوم وصلاة، وسلحنا ده صوم وصلاة.
اتكلنا عليه لو نسيت العمر عداها وقفت من العين دمعها انت يا ربي ما بتنسانا بدي احنا بقينا ام المخلص في فجر اليوم الثالث ثلاث ايام وانا في بيتك يا قديسة طهرة كل ايمان ان ابنك الاله مش هيتخلى عنا في المحنة دي مش هيتخلى عنا في المحنة دي ما تنساش أيها الراعي الأمين فإن دموعك التي سكبتها في هذه الكنيسة مع الأصوات والصلوة التي قدمتها أنت وشعبك لن تنسى أخرج الآن من الباب الحديدي المؤدي للسوق ستجد رجلا بعين واحدة حاملا جرة ماء اختاره الرب لتتم المعجزة على يدي ما تنساش أبدا يا ربي اللي تكال عليه ولا تنساش أبدا يا ربي بيمسك فيك ما بتنساش سلام يا سيدنا أهلي يا ابني ازيك الحمد لله يا سيدنا تعال معايا أنا سيدنا أنا غلبان يا سيدنا أنت اسمك إيه؟ اسمي سمعان يا سيدنا أنت بتشتغل سقة؟ لا أنا خراز إسكافي هو أنت يا ابني اللي خرمت عينك بالمخرز؟ طيب يا ابني ربنا يباركك تعال معايا هي دي الحكاية لحد ما اختارك الرب عشان تتم المعجزة على ايديك بشفاعة ام النور على ايدي انا الخاطي الغلبان سامحني يا سيدنا سامحني انا ما اقدرش اعمل حاجة زي كده ده امر الرب اللي ارسل ام النور ما دام ده امر ربنا نصلي ونشوف ربنا حاشدنا يا سيدنا اتفضل يا ابني رجاك مجاب مقدما يا ريت ما حدش يعرف بالحكايه دي طول ما انا عايش الله يباركك يا ابني انت بتعلمنا فضيله التواضع وانكار الذات بالقدوه مش بالكلام سامحني سيدنا انا هقف وسط الشعب ورا قدسك عشان ما حدش يعرفني واحنا واقفين نصلي على الجبل Thank you.
تصدق اللي بيحصل ده؟ عندك حق سيدي الوزير، معقول؟ معقول الخداع اللي هم فيه ده؟ معقول؟ هينكشفوا هينكشفوا. سيبهم عشان يقعوا الواقعه اللي هي وياخدوا الزومبا الجامده. دول اتجننوا، قال الجبل هيتنقل، قال هيتنقل. لا النهارده بقى هيبقى اروع يوم في التاريخ. ايوه هيتكتب بحروف من نور النهارده. أيوة. اروع يوم في حياتنا. مش النهارده بس سيدي الوزير، النهارده وكل الايام الجايه هتبقى حلوه جميله سيدي الوزير. الله. ما معنى كلمة كرياليسون هذه التي يكررونها؟ هي كلمة سحرية. دي كلمة الطية يا مولاي، معناها يا رب ارحم. ولماذا تطلبون الرحمة؟ عشان كذب عليك يا مولاي، كذب عليك. انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. اصلهم ضيعوا وقتك السمين يا مولاي اللي الدولة محتاجاه. اذا هم يعرفون تماما مقدار ما اقترفوه من اسم. انا ما كنتش عايز اتكلم يا مولاي بس هتكلم. الناس دي عارفة ومتأكدة كويس ان الجبل مش ممكن يتحرك، ولا في احلامهم المجنونة. سيدفعون الثمن غاليا، ليس هناك من يظن في نفسه القدرة على ان يتلاعب به. هيدفعوا يا مولاي، هيدفعوا، لازم يدفعوا. ما عاش من ظن في نفسه هذه القدرة. عموما كلها لحظات ويحسم الامر بالكامل. مش عاوزة غيرك يا يسوع، كل حاجة هرجعها لأصحابها، كل حاجة هرجعها لأصحابها، مش عاوزة غيرك يا يسوع، مش عاوزة غيرك يا يسوع، مش عاوزة غيرك يا يسوع. ابراهام عظيم هو الله تبارك اسمه. كفى ام ابراهام حتى لا تنقلب المدينه راسا على عقب. كفى امر امير المؤمنين على عنا وعلى راسنا. وصيه ربنا لينا طاعه الرؤساء. يا ام ابراهام
لقد أثبتتم أن إيمانكم إيمان حقيقي. ينهار زي بعضه. أنت شايف اللي أنا شايفه؟ شايف شايف. أنا كأني في حلم مش قادر أصحى منه. لولا أن الشعب كله هنا ما كانش حد هيصدق اللي بيحصل ده أبدا. أنا حاج أمي يا جدع، حاج أمي سيد الوزير، حاج أمي مش قادر أتلم على ركبي. لا أنا خلاص، أنا مش متلم على أي حاجة. راح فين الراجل البركة ده؟ راح فين سمعان القديس؟ نشكرك أيها الرب محب البشر يا صانع المعجزات، نشكر مواعيدك الصادقة، نشكرك أنك أظهرت للعالم وعلمتنا قوة وفاعلية الصوم والصلاة ومعنى الإيمان الحقيقي، وأن كل شيء مستطاع عندك يا رب. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب. والآن يا أبا أبراهام اطلب ما تشاء فأفعله لك. ربنا يطول لنا في عمرك ويمنحك النصر على أعدائك. لا رجع في كلمة يقولها المعز لدين الله. قلت لك اطلب ما تشاء فأفعله لك. ما دام مولاي بيصر على ان اطلب اللي انا عايزه فارجوه الموافقة على إعادة بناء كنيسة القديس مرقوريوس أبو سيفين ببابليون. ولي رغبة تانية يا مولاي، ترميم جدران كنيسة المعلقة لأن فيها تصدع كبير. لك ما تشاء. أمر مولاي، خذ البطريرك وحرر له فورا مرسوما يعطيه الحق في العمل كما طلب. أمر مولاي، تفضل. بعد إذن مولاي. مولاي ما طلبنيش من ساعة المؤطم، فخفت لا تكون متضايق مني ولا حاجة، فسمحت لنفسي بالدخول من غير استئذان حتى يطمئن قلبي. أنت تعلم جيدا يا يعقوب ابن كلس أنني لا أستدعي أحدا إلا إذا طلبت منه مهمة معينة، فليطمئن قلبك. سأستدعيك عندما أوكل إليك بمهمة جديدة. تسمح لي بالانصراف يا مولاي؟ تفضل. تم كل شيء زي ما أمرت يا مولاي، ومعايا المرسوم اللي يسمح لي بالبناء والترميم. أمرت أيضا يا أنبا إبراهام بصرف كل النفقات اللازمة من خزانة الدولة. اسمح لي يا مولاي، ما أقدرش أخد الفلوس دي لأن اللي بتبني له كنيسة قادر أنه يساعدنا لغاية ما نتمها. كما تحب، فلن أضغط عليك أكثر من ذلك، كما أرجو أن يكون هذا المرسوم فاتحة عهد جديد من البناء والتجديد. ما تنساش ما تنساش ما تنساش أبدا يا ربي اللي تكال عليك. ولا تنساش ولا تنساش ولا تنساش ولا تنساش ولا تنساش.
تنساش أبدا يا ربي اللي بيمسك فيه. لو نسيت الأم رضعها أو جفت من العين مدمعها أنت يا ربي ما بتنسانا كل توكلنا عليه. انت لوحدك يا